كتاب بعنوان عن الفلسطينيين فقط، جدلية النجاح والفشل. هذا الكتاب تعرضت فيه على يعني عرضت فيه شهادتك السياسية وعلى كيف تحولت هذه القضية وأهم ما دار خلال السنوات الماضية. إذا أردنا أن نتوقف قليلا الآن عند هذا العنوان، ماذا نقول عن الفلسطينيين في هذا التوقيت؟ يعني أنت لو قرأت الكتاب، أول جملة فيه تقول أن هذا الكتاب ليس عن فلسطين ولكنها عن الفلسطينيين، عن وجودهم ونضالهم وكفاحهم واستشهادهم، وأيضا عن مشاكلهم مع بعض وخلافاتهم والفصائل. الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع، وكان يعني العنوان الأول اللي كنت يعني مختاره للكتاب كان أقصى من هذا، ومن ثم غيرنا إلى جدلية النجاح والفشل. الكتاب يتكلم عن الخلافات الفلسطينية وكيف نستطيع أن نخرج منها، الخلافات التي ابتدأت قبل عام 48 وبعد عام 48 وقبل منظمة التحرير وبعد منظمة التحرير. يعني هو كتاب مؤلم لأنه شديد الانتقاد لتصرف السياسيين الفلسطينيين، وهو كاشف كمان لمساحات كبيرة من الصراع الداخلي فلسطينيا، وهذا ما يؤذي حتى أي متابع عربي، لأنه الانقسام الفلسطيني يضعف القضية الفلسطينية أو يضعف صوت فلسطين. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق، إلى جانب طبعا الجهود السياسية التي تبذل، لكن داخليا كيف يمكن للفلسطينيين أن يرتقوا وأن يتصالحوا بحق على الأرض؟ يعني هناك حلول، يعني في الكتاب أنا وفي الكتاب اللي سبقه كمان من 10 سنوات 11 سنة، طبعا في حلول. ليس هناك في مشكل سياسي في العالم ليس له حل، الحل موجود، وقليل من الاهتمام والتصعيد والتحسين ممكن، ولكن الأساس في هذا الموضوع كله أن يكون كل الأطراف يريدون التوصل لاتفاق. وأنا أدعي أن قناعتي أن الطرفين الأهم اللي هم حماس وفتح ليس لديهم حقيقة نية للتوصل إلى اتفاق في الأمد القريب. يعني ترى أنه صعب أن تحقق المصالحة؟ شوف، إذا فضل التمسك بالرأي وتخطيء الآخر وتغير البرامج السياسية، واحد بيقول لك أنا برنامج قتالي والثاني يقول لك أنا برنامج سياسي، قد لا يكون. يعني احنا هذا العام هو العام 11 منذ أن وقع الانقسام، ولم نتقدم شبر، لازلنا في هذا الموضوع.